السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عادي زي ما احنا شايفين، زي ما اتكلمت في الفيديو الأولاني مواصفات الطبعة ووريتكم المميزات على الكرتونة، النهاردة هنشغل مع بعض طبعة كانون بيكسما تي اس 5140. هوريكم ازاي نركب الحبر في الطبعة، وازاي أماكن الورق، وازاي نشغل الطبعة ونهيئها للربط الواي فاي بالموبايل. طريقة ربط الطبعة دي سهل جدا، لأن عندنا فيه شاشة زي ما احنا شايفين، وعندنا فيه طريقة الربط أسهل بالوايرلس. يدوبك نعمل سيرش من على الطبعة، أسهل من الطبعات التانية. هنبدأ أول حاجة، لما بعد ما بنطلع الطبعة من الكرتونة، أي لزق متثبت بيه حاجة هنا نشيله. الطبعة ليها مميزات كويسة، في مكانين ان احنا في 2 مكان زي ما انا قلت، ان احنا نحط المكان من اي جنب، من فوق او من تحت. مكان الورق الابيض في هنا درج، وفي هنا برضو فوق زي ما احنا شايفين. نثبت الورق، هوريكم ازاي نفتح نثبت الورق هنا الاول. ادي الورق، ازاي نثبت الورق هنا. او اول حاجة هوريكم دلوقتي ازاي نثبت الورق هنا، ازاي نثبت الورق فوق. اول حاجة نخلونا واحدة واحدة، هنرفع دي كده وهتعمل صوت معانا كده، ثبتت. هنفتح اللي هو دي، نفتح دي كده على الاخر ونرفع ده كده، وهو من نفسه بياخد زاوية. ادي زي ما احنا شايفين، ادي خد زاوية خلاص. اول حاجة زي ما احنا قلنا نرجع دي ورا وتعمل صوت معانا، ونرجع الاتنين اللي هما بيمسكوا الورق. تمام، هنيجي بعد كده نرفع ديت، ادي ديت مستقيمة، نرفع بيها الاخر ونميلها بزاوية. ادي كده زي ما احنا شايفين، هنجيب مثلا الورق، ادي الورق قدامنا اهو، ادي كده الورق ما بينزلش لتحت، ما بينزلش تحت، لكن هو بيتن في بداية الطبعة. نرجع بالاتنين دول نضم على الورق، وديت زي ما احنا شايفين نرجعها تاني. ديت زي ما احنا شايفين في بكرة كده، بحيث ان هي بتضم على الورق. ادي في هنا زي ما احنا قلنا، نقدر ادي المكان اللي فوق بتاع الورق، نجيب ورق تاني. ادي كده وريتكم ازاي نسطب الورق اللي فوق. نيجي هنا للورق، ادي دور الدرج اللي تحت. الدرج ده بس عشان ليه طريقة ادي بس ادي هنسحب الدرج كده هيطلع معانا. ادي درج الورق، لان يعني الدرج ده ليه اعدادات معينة. هنشيل دي كده زي ما احنا شايفين، ادي الدرج لما بنضغط هنا بيرجع ورا، اللي هي دي العلامة الزرقاء دي، نضغط هنا ونسحب ونرجع كده، وديت نرجع بيها الاي 4. ادي الورق الاي 4 مثلا، لو معانا ورق اي 4 ادي كده نركب الدرج ونحط دي. ادي كده الدرج، كده حطينا الورق. لو مش عايزين نستخدم ده خلاص نشيل الورق، نضغط هنا نمسك، نضغط خالص، نضغط تحت ونرجع. لما بنسحب ادي كده نحط ده. نيجي لازم ديت على طول الشاشة تكون كده، تكون بزاوية، لأن مكان إخراج الورق زي ما احنا شايفين، أدي دي كده ودي تطلع كده. الورق بيخرج من هنا زي ما احنا شايفين، أدي المكان اللي بيخرج منه الورق المطبوع زي ما احنا شايفين. أدي ده كده نرجعه. لازم عشان ناخد بالنا، عشان الورق يخرج لازم نفتح دي كده أو نخليها بزاوية، ونسحب الدرج، نسحبه للآخر، نخلي ديت كده بزاوية برضو بحيث ان الورق يخرج.
ادي الورق هيخرج من الطبعة كده زي ما احنا شايفين، ادي الورق المطبوع، ادي كده. نيجي اول حاجة، ادي اوريكم في خلف الطبعة، في ظهر الطبعة زي ما احنا شايفين في 2 مكان، ادي مكان الباور كابل لازم نركبه هنا، وفي جنبيه اليو اس بي برنت، كابل اليو اس بي بيركب هنا، ونركب كابل الباور ونشغل الطبعة مع بعض. ادي عشان ونبدأ مع بعض، نستنى عليها شوية شوية. ادي البرنت مديها لنا ايرور، ادي الايرور زي ما احنا شايفين اهي. بيقول لك الحبر، هنركب ازاي خراطيش الحبر؟ هنفتح نمسك الطبعة كده ونسيبها تمام. هنيجي لهنا زي ما احنا شايفين في الجنب ده، هنلاقي فيه بلاستيكة صفرة كده مربوطة بتيب، نشيلها خالص ونسحب مع بعض مكان الحبر. ادي البلاك مكتوب عليه، ادي البلاك عشان بس اعمل لكم زوم، ادي البلاك وادي الكلر. نجيب البلاك، ولازم برضو زي ما قلت لكم قبل كده لازم نشيل ديت من على مكان الحبر، وادي البلاك نركبه في البلاك، ادي ركب كده ركب، ولازم كده نسمع صوت، نفتح الالوان زي ما احنا شايفين ونشيل دي ونركب الالوان ونضغط كده ونيجي حتى هسيبها قدامكم دلوقتي، نقفل الطبعة ونشغلها تاني. ونلاحظ مع بعض، ادي الحبر بيبدأ يتحرك، زي ما احنا شايفين اهو، بيقول لنا اقفل الكفر زي ما انتوا شايفين. كانت الاول ادي قفلنا الكفر، ركبنا الحبر، ادي دلوقتي جاب لنا اللغة اللي انت عايز تظبط بيها الطبعة، ادي الانجليزي، ننزل تحت بالسهم ده شوف لو فيها عربي، ادي اللغات اللي موجودة، ادي كل اللغات، ما فيهاش عربي للأسف، ما فيش لغة عربي، ادي مفيش، بندور على العربي، ادي كل دي اللغات اللي موجودة، لغة التشغيل بتاعت الطبعة. هنيجي الانجليش وندوس اوكي، ندوس اوكي اجري، ندوس نيكست. زي ما احنا شايفين على الطبعة، الطبعة دلوقتي بيقول لك ريدي تو كونكت. دلوقتي عشان نوصلها بالواي فاي هشرحها لكم في فيديو تاني عشان بس ما اطولش زي ما انا طولت في الفيديو ده.